انطلاق العام الدراسي الجديد بجامعة المنصورة، وحرص الطلاب على الانتظام للعملية التعليمية بمختلف الكليات، والبالغ عددها 18 كلية، حيث يدرس هذا العام 180 ألف طالب، منهم 140 ألف من الطلاب القدامى، وينضم إليهم 40 ألفا من الطلاب الجدد. تباين في الآراء حول طبيعة الدراسة بجامعة المنصورة والتخصصات التي يدرس بها الطلاب المصريين والوافدين على حد سواء، يوضح ذلك في التقرير التالي. المرحلة الجامعية غير المرحلة الثانوية تماما أو فترة المدارس عموما، هو بينتقل من مرحلة خلينا نقول عليها ابتدائية أو مرحلة تمهيدية لما هو الحياة الحقيقية اللي هي الحياة الجامعية اللي حرفيا شخصيته بتتكون فيها كلها، ما بيبقوش على مدار الأربع سنين بس، ولكن بيكونوا هم أربع سنين بيشكلوا شخصيته اللي هيعيش بيها العمر كله. طبعا احنا نعرف جامعة المنصورة من أقوى جامعات مصر، وفضل الله طب المنصورة أخذ هاي الثالث سنة الاعتماد، أخذت الكلية الطب الأولى على مصر، فيعني دون أي شيء جيت على طب المنصورة، كونها أقوى طب، أقوى كلية موجودة في مصر. جامعة المنصورة جامعة عظيمة ما شاء الله، سواء من كادر الدكاترة أو من المسؤولين، من دكتور لكله ما شاء الله، وجامعة عظيمة وكليتها قوية ما شاء الله. كونه يعني أنا أتكلم إنه طب المنصورة أخذ للثالث مرة الأول كلية الطب الأولى على كليات مصر، فأقول لهم يعني جامعة المنصورة خذوها دون أي منازع، طب المنصورة على طول أو أي كلية. بداية مصر أم الدنيا، هذه شيء. ثاني حاجة فيها معروف عندنا من واحنا صغار إنه مصر تعليمها أقوى تعليم موجود تقريبا على المستوى الوطن العربي. فبعد دولتي مثلا إن جيت أدرس جيت على مصر، حتى تركت دولتي ودركت درست دولتي جيت على مصر، لأنه إحنا جميعا نعرف وإحنا صغار إنه دولة مصر تعليمها قوي وكوادرها ما شاء الله تعليم مستوى عالي. مصر دولة عظيمة وتعليمها قوي، فتمسكوا في دراستكم، لا تتراكموا حاجة عليكم. بعدين جميع الجامعات جميع فيها أنشطة طلابية، فبيعملوا لكم كمان ترفيه بين كل فصل وفصل. فنصيحتي لكم يعني لا تترددوا في المجيء لمصر، خاصة في جامعاتها. وأنا كان نصيحة لكم جامعة المنصورة بلا منازع، وسواء من تعليم أو إدارة أو أي شيء، وتوكلوا على الله. جامعة المنصورة هي الجامعة المهيئة للتدريس طبعا، كأهلها وكسوقها والسكنات، يعني سكن سوق جامعة، هذه جو تدريس. أما تقول لي جامعات ثانية هذه مش جو تدريس، فيها انفتاح 100%، وحنا نسحب طلابنا علشان تدريس. شد حيلك والله ورب يوفقك، وان شاء الله ما راح تحصل اي صعوبه لا من الجامعه ولا من الشعب، الشعب عسل والجامعه اهل عسل. مناره علميه، قلعه طبيه، واول جامعه حكوميه تعتمد بالجامعات المصريه. تشتهر بجوده ابحاثها العلميه وعلمائها وباحثيها. جامعه اقليميه تصدرت الجامعات العالميه. هاجر إسماعيل، انطلاق العام الدراسي الجديد من داخل جامعة المنصورة.